الفن هو إبداع بشيء مو موجود بأرض الساحة يعني. الاعتقاد بنى عندي ملكة داخلية اني بعبر في الاخرس كيف بيعبر لك عن عن بيرسم لك رسومات ما بيعطيك اياها كنطق بس بيرسم لك رسومات بيقول لك شو انا جوا جواله. في بالنسبة لابن تدمر اللي عنده ناحية فنية سابقا الشاعر صار شاعر الشعراء واللي الرسام صار يرسم مخيلات ما بتخطر على على بشر. أنا دائما لوحاتي لوحة جديدة، يعني حتى لو عملت 10 لوحات، لوحة كل لوحة تختلف عن لوحة بترتيبها بديكورها بالجرة أو بالفاز اللي حاملة. أنا بأمنيتي ألاقي الجهة اللي عندها طموح فني تتبنى عملي، بس تتبنى عملي. طموحاتي ما في مانع إذا كان في ناس عندهم شباب عمل لهم دورة، حتى لو أنا هلق قال ماتوا الله معهم خلوا عنا ذكراهم. أنا إذا بخرج مثلا 4 5 10 يشتغلوا يعملوا عملي فهذه بيعتبروا مكسب. يعني الوقت اللي بنحت الحجر وبتنجح معي بعتبر حالي انه انجزت شيء بالنسبه الي وخلدته للي بعدي واللي هي ما هي مكسب مادي.